كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. تطورات جديدة بأسعار العملات الرقمية، البيتكوين كسر السعر يلي حكينا عنه الصبح من 36 لل 38، وبتوقع لحنا نازلين لمنطقة أقل من هيك بكتير، بتوقع نلامس سعر 30,000 ممكن اليوم ممكن بكرة يا شباب، وراح يتبين معنا بالساعات القادمة أو بالأيام القادمة إذا هو بير ماركت لحنا دخلنا بالبير ماركت ولا رح نلامس 30,000 ونرجع نطلع لمستويات أعلى من هيك. كل هذا بيتحدد مع الوقت يا شباب، لكن أهم شيء تعرف المناطق الخطيرة يلي حددناها الصبح. إذا ما شفت فيديو الصبح صديقي بنصحك تروح وتشوفه. عنا المنطقة هاي كسرة، لحنا راجعين للمنطقة الثانية، منطقة 30,000. بالتأكيد العملات الرقمية تأثرت بشكل كبير بهالأخبار هاي، وأولاً دوش كوين والشيبا. رح أعمل أنا فيديو منفصل لكل عملة وإن شاء الله أقدر غطي كل العملات هاي. قرار الدخول قرار على مسؤوليتك صديقي، السوق يعني على حافة الانهيار، فبالتالي إذا اشتريت أنت على مسؤوليتك، وإذا بعت كمان على مسؤوليتك، لكن ما بنصحك تبيع وتاخد بسعر أقل لأنه هي بتراكم عليك الخسارة. الماركت كاب حاليا يا شباب، خلينا نحدث لنشوف وين وصلنا. وصلنا كمان لأرقام خطيرة كمان، عنا 1,500,517,000. الرقم هذا رقم بدل على سيولة انسحبت كتير من السوق. إذا شفنا الماركت كاب يا شباب، عنا وصلنا لمستويات خطيرة، عنا 1,500,000,000,000، يعني لحنا ناقص مننا تقريبا 900,000,000,000 بالوضع الطبيعي للسوق. خلينا نشوف الماركت كاب حاليا مقارنة بالأيام السابقة. طبعا حاليا لحنا 1,500,000,000,000، لما صار الانهيار يا شباب من 3 أيام وصلنا للتريليون و400 مليار، يعني لحنا قريبين من المنطقة يلي وصلنا لها من يومين ثلاثة. الاستحواذ 43 للبيتكوين، لكن هذا مؤشر سلبي مع نزول سعر البيتكوين. لو البيتكوين ثابت مكانه مثل ما ذكرنا سابقا ممكن نقول عنه وضع إيجابي. حاليا إذا رجعنا على الشارت يا شباب، إذا بدك تدخل أنت بالسوق لازم تراقب شارت البيتكوين، ممكن تنتظر لحد ما نلامس لحنا 30,000 اليوم بكرة نهاية الأسبوع الله أعلم. وبالآخر يا شباب السوق بيتحكم فيه عدة عوامل، ممكن محفظة واحدة تكبها بالسوق يتغير اتجاه السوق كله، يكون اتجاه هابط يهبط بالزيادة، وإذا صارت عملية شراء قوية ممكن نشوف اتجاه صاعد، وهذا كله راح يتحدد بالأيام إن شاء الله. حاليا البيتكوين اللي احنا شفنا وضعه، راح نعمل فيديو تاني عن دوش كوين وعن شيبا ان شاء الله ممكن اليوم او بكرة. والى اللقاء اصدقائي، فيديو جديد ان شاء الله.